القناة الجديدة أول خطوة من 1000 خطوة. إحنا مطالبين يا مصريين إن إحنا نمشيها. بحاسب على الحموله الصافيه، يعني لو المركب 100 طن وهو عنده 75 فانا بحاسبه على 75 بس، ما بحاسبوش على المركب. يعني لو تجيب فالقياسين دول عندهم خبره طبعا عاليه جدا، هو مجرد بص المركب يشوف لك في بروز هنا مش موجود في الشهاده، ده هيدي زياده في حركه القناه، يبقى احنا هاخد عليها فلوس كذا، ودي هاخد الحموله هاخد على كذا. واحنا بنحاسب على الحموله الصافيه، يعني احنا كل مركب بتعدي بنبقى عارفين الحموله بتاعتها قد ايه. يعني انا مثلا النهارده ممكن اقول لك ان النهارده معدي 58 مركب محمولة 3.1 مليون طن بضاعة حافظها كل يوم، يجي لي الصبح قبل ما اصحى الصبح على الفجر 4:30 لا عندي الحسبة، يجي لي على الموبايل بتاعي على الابلكيشن بتحول الرقم برضو ان النهارده معدي عندنا كام واحد وكل مركب بقى تبقى بكام كام طن. دي يعني انا ما بخشش فيها يعني، لكن في الاخر بحب التوتال يعني. لكن هو كل واحد بقى بياخد كل مركب لوحدها يقول لي انا حمولتي كذا ومعايا بضاعة نوعها كذا، ينزل طبقها وعلى اساسها بتحسب الفلوس. يعني كل حسبه ليها جدول يعني وليها حسبه مظبوطه، هم بيراجعوا معانا كمان، مش كده مش كلام مش مفتوح. التوكيل بيقول لا انت حسبت لي زياده مش عارف كذا، لا دي مش كذا، هو تعالى ايوه صحيح يعني مش سايبه برده كده يعني، يعني بتشتغل تحت برده الناس شايفاك يعني عامل كل حاجه. القياس ده خبره طبعا طبعا طبعا، دايما ندخل معاهم ناس جداد يتعلموا، ناس كبيره بتبقى خبره قديمه. في ناس منهم دلوقتي تبص المركب كده يقول لك دي خلاص دي زي الشهاده، لا المركب دي فيها مخالفه عن الشهاده، اطلع شوف الحته اللي في المؤخر دي عامله كذا، بالخبره طبعا. لكن وبقول لحضرتك كلكم معانا، لو انت قلت حاجه مش مظبوطه لا انت لا يا عم ما عنديش كذا، ادي الورقه بتاعه اللي نفذته فلا الناس عندها خبره الحمد لله. احنا دايما بنسالهم بنقعد معاهم برده، انا بقعد معاهم كتير جدا ونشوفهم على المدار الماليه ولان بيجي لنا ساعات شكاوى برده نحقق فيها ونشوفها، مش مش مشكله يعني. ساعات يشتكوا القياسين نفسهم يقولوا ده متعنت معايا، ده مديني مش عارف ايه، ده عامل طبعا تعالى نشوف ورد عليهم، ما نسيبش حد ما يردش عليهم.